تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية وخاصة في غزة والأراضي الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس السيسي الجهود الأردنية وأكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها. ومن جانبه أشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. استقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره المجرية، حيث أكد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية وأطر التشاور الثنائي بين مصر والمجر. كما تناول اللقاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية الدؤوبة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة. عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماع لبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بالتوسع في استخدام الحلول الذكية طبقا للاحتياجات الفعلية لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات المختلفة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة وانتشار القوارض والحشرات، ما يشكل خطرا على صحة الناس في ظل الأوضاع المتردية، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم العائلة النازحة في الملاجئ بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها. حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من تفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الممتدة لما يقارب العام مع تدهور أحوال النازحين، مشيرة إلى أن عددا من المناطق قد تضررت بسبب دخول منخفض الجوي وغرق خيام النازحين. تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع قرار قدمته فلسطيني يطالب بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا. وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الهدف هو استخدام الضغط الدولي لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها.